اهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، يعطيكم العافيه شباب، ويعطيك العافيه امن، يعطيكم العافيه مبدعين دائما، يعطيك العافيه يعطيك العافيه. طبعا تارة يصدقها الفرد او يبذل اقصى جهده للتحقق منها، تارة اخرى انها الشائعه. تعالوا نتابع هذا التقرير لزميل هاني صفيه، من ثم نتوقف مع البروفيسور طارق الحبيب. صرح مصدر وجاءنا البيان التالي ومكرمة للشاب. شائعة أو حربا خفية تنتاب المجتمع السعودي والمجتمعات العربية، قد تكون سليمة تحمل آمالا طيبة للمستقبل، أو مدمرة تحمل الكراهية، مستخدمة في ذلك أنسب الظروف لظهورها. فوسائل الاتصالات والمواقع الإلكترونية تساعد على سرعة انتشارها إما بنفيها أو صحتها، فبعض تلك الشائعات لا يهتم بها المستقبل لعدم اختصاصه بالرسالة أو عدم مبالاته بما يحدث في بيئته. إشاعات الوقت هذا انترنت وتويتر ومواقع اجتماعية وفيسبوك، هذه كلها تأثر على مصداقية الخبر أو الأزمة، يا أما أنها تكبرها يا أما أنها تصغرها. صدق بسرعة يعني، والشاب السعودي يعني يتسرب، يعني ما يصدق إلا يشرب في البلاك بيري أو في الآيفون أو في المنتديات أو في شانتينج. شائعات مليئة بالخيالات والأماني والأحلام، يتعاطف بعض المجتمع معها وتتداول فيما بينهم، بل تؤخذ بمحمل الحقيقة، خاصة بعد كم الأزمات التي مروا بها كالاقتصادية والسياسية، مع وجود مواقع ومنتديات وهمية تثبت صحتها وتظهر أنه سبق صحفي. طبعا من ناحية الأزمات الاقتصادية لابد أن يكون شخص مختص في المجال هذا، لأنه مهما كان في الأزمات الاقتصادية ما أتوقع أنه بعض الشعب السعودي له خلفية في المجال هذا، وفي نفس الوضع في الأزمة السياسية. الشائعة تتطور بتطور الزمن، فقد أصبحت حربا نفسية وهمية في عراك يومي مع المجتمعات، تزرع جذور الفتنة بين الأفراد وحتى دول العالم، بل وصل الأمر إلى أن مروجها مصدقها. لإم بي سي في أسبوع، هاني صفيان، الرياض. الآن ننتقل إذن مباشرة إلى العاصمة السعودية الرياض، ينضم إلينا من هناك البروفيسور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي. إذن الإشاعة هي اللغة التي يجيدها الأشخاص، أشخاص رفضوا الواقع بحذافيره، وعندما لم تتوافق الأقدار والوقائع مع حدسهم وطموحهم، كان التصور السلبي للأحداث وتزييف الوقائع هو الطريق الأمثل في تصورهم طبعا لتحقيق أهداف ترضي ما بداخلهم طبعا، أو تشفي ربما أدوان، أو أيضا للفت الانتباه. ما بين الهدف والأسلوب النتيجة روابط ذات طابع نفسي، أكيد سنستعرضها معك في هذه الحلقة. بداية برأيك، ما هي أسباب انتشار الشائعة؟ في البداية تحية لك يا علا، تحية لجميع المشاهدين والمستمعين لهذه القناة المباركة. الأبحاث العلمية حينما تكلمت عن الشائعة من رؤية نفسية أشارت إلى عدة جوانب. الجانب الأول في هذا يرتبط بالمرونة الذهنية للمتلقي. هناك من المتلقين حينما تأتيه الإشاعة ويعتبرها هو خبرا لا إشاعة وتكون منقوصة أو غير مقبولة، بمرونته الذهنية يكمل تلك الفراغات حتى تكون مقبولة ثم يبثها للناس. إذا كان ذلك الذي يبثها للناس من أصحاب الشخصيات غير الناضجة أو الشخصيات الانفعالية، فإنه يطعمها بنقص نضجه وبانفعاليته، فتصبح أكثر قوة على عكس ما نتوقع لو كان إنسانا عاقلا أو أقل انفعالية، لربما لم تنتشر تلك الشائعة بذلك الشكل. الأمر الآخر، هناك من كانوا يعانون من الكبت في طفولتهم، ولذلك ما أن تأتي أحداث مجتمعية وتصلهم أحداث بشائعات مختلفة فيعتبروها حقائق حتى يعبروا عن سيكولوجية العدوان في ذواتهم باستخدام رموز لم يكن يستطيعوا أن يصلوا إلى من، إلى مصدر العدوان في ذواتهم، فيستخدموا تلك الشائعة أو الرمز في تلك الشائعة كمجال أو ككبش فداء يعبرون عن إشكالاتهم. طيب جميل بروفيسور، برأيك يعني ما هو يعني التفسير المنطقي لسرعة اختراق يعني هذه الشائعة في المجتمعات ووصولها لكافة حتى يعني أطياف وشرائح المجتمع بسرعة خيالية جدا؟
أعتقد كما أشار الأخ في التقرير هذه التقنية التي تجاوزت عقلية الإنسان في هذه الأيام كان لزاما على الإنسان في مجتمعنا العربي عموما أن يتجاوز البنيان. الإشكالية أن البنيان والتقنية تجاوزت عقلية الإنسان، فأصبح عندنا رغم تحضرنا الآن أصبحنا مثل أبائنا الأولين عقلية القطيع. نحن مفكرين وعقلاء لكن التقنية والتطور أصبح أكبر منا، فعقلية القطيع هي عقلية التابع لا عقلية الذي يجعل الناس يتبعون بطريقته الفكرية. الأمر الآخر، في مجتمعنا مجتمع انفعالي، ولذلك الناس الأقل عقلية هم الذين يقودون المجتمع، ولذلك العزف على أوتار العواطف في المجتمع تؤدي إلى جماهيرية كبيرة، أما العزف على عقولهم فإنها تؤدي إلى نقص في عدد الجماهيرية، ولذلك الشائعة تدغدغ العواطف. الأمر الآخر هو انطلاق من الحاجات، بعض الناس ينطلق من حاجات المجتمع. في أسباب أخرى، البطالة المقنعة، ذلك المكتب المليء بالموظفين ليس عندهم شيء إلا أن يراجعوا الشائعات المجتمعية وأيضا يقوموا بالغيبة وغيرها. من الأشياء الأساسية أيضا ظاهرة الحرمان الإدراكي ما نسميها. كيف يكون ذلك الحرمان الإدراكي؟ تجد ناس متقاعدين أو كبار سن ما عندهم احتكاك في أي شيء في المجتمع، ما عندهم إلا 3 أو 4 قصص يعيدوها فينتهوا منها، فيفرحوا بأي شائعة تأتي أو أي خبر فيتلقفوه ويستطعموه ويعيدوه بشكل أو بآخر. إذا الإشكالية في أنماط تفكير خرافي وأسطوري ما زال يضرب بأطنابه في سيكولوجية الإنسان العربي أدى إلى هذه الطريقة من تقبل الشائع بشكل كبير. طيب بروفيسور، يعني من كلامك أنه لعله التطور والتكنولوجيا اللي عم نعيشها، التليفونات، التكنولوجيا صارت يعني بترافقنا 24 ساعة، ربما هي السبب الرئيسي في سرعة انتقالها. أيضا من حديثك يعني تكلمت نوعا ما عن أنه إحنا ممكن عاطفيين ونتعلق بأي شيء، ما هي الأسباب النفسية طيب اللي بتخلي الإنسان بتعلق بأي خبر أي معلومة ولو حتى أنها كذب، يعني وحتى كمان أنه يروج لإلها؟ أنا أؤيد أن التكنولوجيا تؤدي إلى سرعة الانتقال، لكن القبول هو مرده إلى الإنسان الذي يتقبلها. من بعد النفسي يكون هناك عدة أسباب متعددة، بعضها سيكولوجية الكراهية، أنا أكره إنسان معين فأخطط على ذلك الإنسان لكي أسقطه. بعض أحيانا لا، تكون عندي أزمة معينة فضحت فضيحة معينة فأريد من هم أشباهي في ذات التخصص أو في ذات العمل أن يفضحوا فأنشئ شائعة على الآخر، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. أحيانا لا، تكون سيكولوجية الإسقاط، عندي عيب معين أنسبه إلى الآخر وأطلق شائع على الآخر من باب الإسقاط. أمر آخر في سيكولوجية التبرير، كيف يكون ذلك؟ عندي عيب معين فأبرر أن هذا العيب ليس عندي أنا وحدي والعيب أسبابه كذا، فأنشئ شائعة تبرر ذلك العيب عندي أنا أيها الإنسان. أحيانا الأمل، أكون عندي أمل بشيء معين فأنشئ شائعة تحقق لي أماني وذلك الأمل. أحيانا لا، عندي خوف من شيء محدد فهذلك الخوف يجعلني أطلق شائعة بذلك الاتجاه. أحيانا لا، عدم الشفافية في علاقة الحاكم بالمحكوم أو المؤسسة المدنية بالشعب، ولذلك يبدأون بإطلاق الشائعات بناء على ما يظنونه، وإذا كان لزاما على المؤسسات الحاكمة في أي مكان سرعة الرد على أي شائعة، وأيضا ربما أحيانا مسابقة الشائعة السلبية بشائعة إيجابية خصوصا في أزمات الحروب وغيرها من الظروف التي تستدعي تدخلا مبكرا، لأن الشائعة هي وسيلة أساسية من وسائل الحرب النفسية. طيب بروفيسور، أيضا تطرقت نوعا ما طبعا في حديثنا إلى موضوع أنه العالم فاضية، يعني منهم الموظفين، هل انشغال الناس بأشياء غير مفيدة وعدم الاجتهاد في العمل أيضا هو من الأسباب الرئيسية والمحركة للشائعة في مجتمعاتنا؟ مثلا في الغرب نسبة الشائعات أقل بكثير مما هو طبعا لدينا في عالمنا العربي، هل لأنه هم دائما مشغولين ويعني بعملهم وبطبيعة حياتهم فلا يصدقون كل ما يسمعون؟